صراحه نورنا جيزن، اقسم بالله لا كلم جدتي شوعيه من دحين نسوي لك منسى شاجع على الدخل اللي بجيزن على طول عندك. يلا شو وعد مني لا نظبط شوي طبعا الربع مواضيع خاصه بيني وبين الاستاذ سيد ناصر قاعدين نخلصها يلا حبيبي عسى ربي يسرها بس عسى ربي يسرها على وشك على وشك خلص باذن الله باذن الله يا الربع فيني مواري تعب احس اني بتعب بس والله اني مشتاق للبثوث ودي افتح بث واسولف لكم معلمكم عن مصر اعلمكم عن بس نسولف انا وانت وندردش ونلعب ونستانس باذن الله انا بيكون في بث ممكن على 5:30 6 حكم صباحيات خلكم معنا.